هنكمل مراجعتنا سنة خمسة، وأول سؤال عندنا: ما المقصود بتعريف اسم الطاقة؟ قول يا مهدي. تمام، نقولها بقى تاني. كل ما ينتج الناتج واحد زي الواحد يساوي اثنين، الناتج من احتراق الوقود سواء الفحم سواء البترول سواء الغاز الطبيعي، كل ده يا مستر بيدينا ايه في الاخر؟ طاقة. كمان حرارة الشمس بتدي طاقة، حركة الأمواج واتفقنا مع بعض احنا بناخدوها في العلوم حاجة اسمها المد والجذب، الموجة رايحة موجة راجعة، كل ده بيدينا ايه؟ طاقة. وكمان تساقط المية، يبقى أنا عندي الطاقة مش جاية من حاجة واحدة، ده جاية من كذا حاجة: احتراق الوقود، حرارة الشمس، قوة الرياح، وتساقط المياه. طب تعالى بقى نشوف السؤال اللي بعده: الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة. كالعادة كله رفع ايده، بس احنا هنغير نشوف حد تاني. الطاقة المتجددة هي طاقة لا تنفذ. طاقة لا تنفذ، يعني ايه لا تنفذ؟ يعني هتخلص ولا مش هتخلص؟ مش هتخلص. لكن الطاقة الغير متجددة هي طاقة تنفذ باستخدام الإنسان. النهارده بقول لك السكر في التموين نفذ، نفذ يعني ايه؟ خلص. يبقى انا عندي الطاقة الغير متجددة هي طاقة تنفذ ولا لا تنفذ؟ تنفذ. ومن هنا بقى عندنا تعريفين، ركزوا معايا فيهم قوي. نقول بقى تعريف الطاقة مع بعض كده: كل ما ينتج عن احتراق الايه؟ الوقود. ايوه يا ابني. وحرارة الشمس، قوة الرياح، حركة الأمواج، وتساقط المياه. لكن تعريف الطاقة المتجددة يا بدوي هي طبعا تعريفها طاقة لا تنفذ باستخدام مين؟ الإنسان، اللي هو باستهلاك بمعنى أصح. طيب الطاقة الغير متجددة طبيعي الفحم بيخلص ولا مش هيخلص؟ هيخلص. طب الهواء والمية والشمس هيخلص؟ يبقى الهواء والمية والشمس يا ياسين متجدد ولا غير متجدد؟ متجدد. لكن مريم الفحم والبترول والغاز هيخلص؟ أكيد. يبقى طاقة إيه؟ غير متجددة. يبقى دي تنفذ ودي لا تنفذ باستهلاك. السؤال بقى سنة خمسة اللي بلاقي ناس كتيرة بتتلخبط فيه، هو تكرير البترول. يعني إيه كلمة تكرير البترول؟ تكرير البترول أسمعها؟ هو فصل مشتقات البترول عن الزيت الأصلي. تمام، نفهم واحدة واحدة كده. البترول ده بيجي من حقول برية، يعني بيجي من البر، أو حقول بحرية. طب مين شاطر يقول لي كده؟ البترول يا مستر بيجي منين ومنين؟ يعني ايه حقول برية وحقول بحرية؟ ايوه يعني خليج السويس ده كده حقول بحرية. طب من البر فين؟ صحراء شرقية ولا غربية؟ غربية. يبقى أنا عندي البترول بيجي من الصحراء الغربية ومن خليج ايه؟ السويس. المنطقتين دول يا مستر اسمها حقول برية وحقول بحرية. ركز بقى في الحتة دي أوي. طلعنا البترول، لما طلع البترول ده طلع زيت اسود تقيل جدا، المفروض ان انا اخففه واصفي منه واطلع حاجات كتير. مين شاطر يقول لي كده هنطلع من البترول ايه؟ تمام، لا اختار حد غيره. يلا احمد. سوار ومازت. اسهل حاجه العربيات بتشتغل بيها البنزين. يبقى احنا يا مستر البترول بيجي منه البنزين والسولار والايه؟ والمازوت وبعض خامات البلاستيك. الموضوع ده عشان يقدر يحصل لازم زي ما انت كده بتغلي اللبن تطلع منه قشطه، قال لك البترول ولا البنزين ولا البترول؟ البترول بنغليه ونعرضه لدرجه حراره عاليه عشان نطلع منه البنزين والسولر والمازوت، ودي طبعا اسمها فصل. فصل مين؟ البترول عن الزيت الاصلي اللي هو الزيت التقيل اللي احنا قلنا عليه. فصل مكونات البترول عن الزيت الاصلي اداك تعريف اسمه تكرير البترول. تعالى بقى السؤال: بما تفسر اهميه الفحم؟ لا خلاص انا اللي هتكلم. اهميه الفحم مستر، هو الفحم بيستخدم في صناعه ايه؟ الصلب. يعني معنى كده كلامك اهميه الفحم يستخدم في صناعه الصلب. لكن جاوب في الحته دي. الفحم جاي تاني مره. الفحم اقل اهميه من البترول والغاز، وكل اللي بيسمعني السؤال ده بيجي كل سنه: ليه الفحم اقل اهميه من الغاز الطبيعي؟ ممتاز، سأقول سقف البيئة. تمام، لأنه يلوث البيئة عند احتراقه ويخرج ثاني أكسيد الكربون، يبقى لأنه يلوث البيئة.
السؤال ده بقى في ناس كتيره مش فاهمانه. بما تفسر اهميه البترول؟ فكر كده في دقيقه، ليه البترول مهم؟ لا مش هختار حد خلاص، انا اقول لك. لا سامعني. قال لك البترول مهم لانه مصدر رئيسي للطاقه. مصدر رئيسي ليه؟ للطاقه. مش كده بس، غير ان هو مصدر رئيسي للطاقه ده بيشتق منه ثلاث حاجات انا لسه قايلها حالا، البنزين والسولار والمازوت. طب يا مستر هو ده اللي خلى البترول مهم ولا مش مهم؟ مهم. يبقى البترول مهم انه ايوه كده مصدر رئيسي ليه؟ للطاقه، وكمان يشتق منه بنزين وسولار ومازوت. اهميه الغاز الطبيعي، كله بقى يركز في الحته دي قوي. الغاز الطبيعي يا ترى مهم ليه؟ احنا عارفين يا مريم ان الغاز الطبيعي موجود في حقول مستقله مع نفسه او مصاحب للبترول، واتفقنا ان اكبر منطقه لانتاج الغاز هي البحر المتوسط، واقل منطقه لانتاج الغاز شبه جزيره سيناء. افهم بقى واحده واحده كده، يا ترى الغاز بتستخدمه في ايه يا مستر؟ قال لك يستخدم في الابراج المنزليه، وقود للسياره، وكمان توليد الكهرباء الحراريه. كهرباء ايه؟ حراريه. يبقى اهميه الغاز الطبيعي، ايه اسهل واحده؟ يستخدم كوقود ايه؟ والأبراج الايه؟ المنزليه. تمام. واحتراق الوقود. هنكمل اسئلتنا بس انا خمسه، واول سؤال عندنا قبل ما ياتي، محطه توليد الكهرباء من الرياح يا مريم؟ طبعا محطه الزعفران، محطه موجوده ناحيه كده محافظه البحر الاحمر، دي موجوده يا مستر فيها محطه متكامله لتوليد الكهرباء من الرياح. الزعفران دي موجوده في البحر الاحمر او السويس. اكبر منطقه لانتاج الغاز الطبيعي اللي كان مركز من شويه انا لسه قايلها، 56% في البحر المتوسط. يبقى البحر ايه؟ المتوسط، دي اكبر منطقه لانتاج الغاز الطبيعي. طب لو حبيت اطبقه يا سنه خمسه وقلت اقل منطقه لانتاج الغاز، ياسين؟ تمام، شبه جزيره سيناء. السؤال اللي بعده، تعد اولى دول الوطن العربي انتاجا للكهرباء المائيه. يا ترى مين الدولة اللي قدرت تعمل إنتاج للكهرباء المائية؟ مصر. طبعا برافو عليك يا مريم، مصر أو مصر، برافو عليك. ده أول دولة عملت إيه في الوطن العربي؟ أنتجت الكهرباء المائية. وما دام هنا يا بدر ركز معايا بقى في الحتة دي، ما دام اتكلمنا عن الكهرباء المائية يبقى هتركز هنا في ثلاث محطات للكهرباء المائية. مين بقى شاطر يقول لي محطات الكهرباء المائية زي ما حفظتها لكم في أغنية؟ تحت اللفه قناطر، انزل حبه نلاقي خزان بيسموه خزان، وفي الاخر سد كبير اسمه السد العالي. وهنا بقت محطات الكهرباء الايه؟ المائيه. يبقى قناطر، اسنب، خزان اسوان، والسد العالي. والسد العالي. قناطر اسنب، خزان اسوان، السد العالي، كل دي محطات الكهرباء الايه؟ المائيه. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده. من عيوب الطاقة المتجددة يا مريم، إيه عيوب الطاقة المتجددة؟ حد عارف السؤال ده؟ في ناس كتيرة مش فاكراه. عيوب الطاقة المتجددة، قول يا أحمد. تحتاج تكنولوجيا حديثة ومحتاجش رأس مال كبير. سقفوا له سقفة كبيرة. طبعا في ناس كتيرة ما كانتش عارفة السؤال ده، إن عيوب الطاقة المتجددة رغم إن هي طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، بس رغم كده بتحتاج لرؤوس أموال ضخمة، يعني عايزة فلوس كتير عشان تقدر تعملها. وكمان زي ما قال تقدم تكنولوجي. من جهود الدولة لتنمية الطاقة، فكر فيها في دقيقة كده. إيه جهود الدولة لتنمية الطاقة؟ برافو عليك. أول حاجة قالها لي تشجيع المستثمرين على البحث عن إيه؟ مصادر الطاقة. واسهل حاجه عشان الطاقه بتاعتنا الكهرباء دي ما تخلصش، قال لك اول حاجه تعملها ترشيد الاستهلاك. قلل استهلاكك ولا زود استهلاكك؟ قلل استهلاكك. تقليل ايه؟ الاستهلاك. ركز بقى معايا في اللي انا اقوله.
الفحم موجود في جبل اسمه جبل مغارة. جبل ايه؟ مغارة. والبترول موجود في خليج السويس. والصحراء الغربية. والغاز في ابو خلدون. ابو مصر. اسمها ايه؟ ابو مصر. اسمها ايه؟ ابو مصر. يبقى كده الثلاثة دول لازم يجي واحد منهم في الامتحان. الفحم في جبل مغارة. والبترول في خليج السويس. والغاز في ابو خلدون. ابو مصر. مصر. تعال نشوف اللي بعده. قال لك والله ممكن يجي لنا اسئله ثانيه. في سؤال هنا مهم جدا عايزين نشوفه مع بعض. قال لك ان الميه احد مصادر الطاقه المتجدده ولا الغير متجدده؟ متجدده. طبعا طاقه ايه؟ متجدده. قاعده ثابته يا سنه خمسه، اي حاجه ما بتخلصش اسمها طاقه ايه؟ متجدده. لا تنفذ. لكن الطاقه الغير متجدده فحم، بترول، غاز طبيعي، كل دول ايه؟ بيخلصوا. اخر حاجه عايزين نتكلم فيها في الدرس ده محطات الكهرباء المائيه بتيجي كل سنه. لازم تبقى عارفها على الخريطه. بص بقى معايا هنا. طبعا ده المنطقه دي كلها البحر المتوسط. 56% نسبه انتاج الغاز الطبيعي. تعال بقى كمل كده البحر المتوسط، ادي الدلتا. في شمال الدلتا كده في حقل اسمه ابو ايه؟ ابو مار. مستر كملها كده. محطه غزل. ركز بقى معايا كده بسرعه في الخريطه كده. طبعا خليج السويس زي ما انت شايف واخد شكل 8%. ده كام في المية؟ 8%. وانت بتكتب سيناء كام واحد؟ 1%. فيها ألف واحدة. يبقى كام في المية؟ 1%. يبقى سيناء أقل منطقة ولا أقصر منطقة؟ أقل منطقة. وانت بتكتب الصحراء الغربية اكتب هنا 1 و2 وجيبهم لي مع بعض 21%. يبقى كده لاحظنا ان مين اكتر منطقه؟ ومين اقل منطقه؟ شبه جزيره سيناء. شكرا.